شيء ثاني الحمص مالتنا بتعمل، يعني ال 20 كان يشتري حدود ال 45,000. بداية النزاح شيكم، انا نزحت الى كركوك من سنتين الى 3 سنوات. رجعنا هنا الى قضاء بيجي، لقينا البنى التحتيه مدمره من شوارع، من بيوت، من اسواق، من كل شيء. رجعنا هنا الحمد لله وفرنا فرصه عمل ويا كمال ناصر، ففتحنا بسطين مال الفلافل هنا على قد حالنا. هنا الكيلو مال الفلافل مبيع على 1000 دينار، يعني الكيلو الحمص اللي هو مدعبل مو مكسر مال حصه. الكيلو والفلافل والعنبه نعطيها على 1000 دينار، العنبه هي مجاني. واحد على بيجي اول شيء الخلطه مالتنا مال البهارات، اي في شيء ثاني الحمص مالتنا مدعبل، يعني ال 20 كان يشتري حدود ال 45,000، ذاك نشتري 3,000 4,000 بس ما نستعمله احنا، نستعمله بقله، مرات اذا السوق مثلا ضعيف نخبل نسبة قليلة من عنده. هنا الحلو فيها هي الكلمات على 1000 دينار، الفقير ياكل، الغني ياكل، أكلة شعبية هي. والما عنده ياخذ بلاش يروح على حساب كمولي.